أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج شخصيات اليوم. اليوم حضر معنا واحد الفنان متميز، غادي تحاولوا نتعرفوا أكثر على الفنان اللبناني هادي نور. مرحبا بك هادي، شرفتينا بحضرتك يا رب. حبيب المغرب. أهلا فيكم كمان بأهل لبنان بالمغرب. مرحبا كيفك المغرب؟ والله زوينة بزاف، كثير بزاف. أنا كثير بحبها أساسا. شنو المناطق اللي زرتي؟ ما سمعت المناطق اللي شفتي في المغرب. يعني حاليا كازابلانكا، فاس اول مره. انا شايف مراكش من قبل، شفت شاون، بس فاس اول مره بجي على فاس. اول مره غتجي المغرب؟ لا مش اول مره. مش اول مره؟ شي سابع او ثامن مره. ما شاء الله. بدايتك الفنيه؟ مسيرتي الفنيه هي مسيره قصيره جدا بالغنى، اما كفن هي صار فتره كثير طويله، بتمتد ل 12 13 سنه ككورال مع كثير من الفنانين. بس كمسيرة فنية شخصية هي جديدة، من 3 أشهر انطلقت أغنية خايف اللي هي أغنيتي أول سنجل، وهيك بدأنا المشوار. بعد أول حاجة تعرفنا وتعرف الجمهور المغربي على شكون هو هادي نور. هادي نور مثله مثل أي إنسان، فنان طالع جديد. أول أغنية لي هي خايف، من كلمات محمد النقوزي وألحان أحمد العقاد ومن توزيع ماجد ظاهر. أطلقناها بشهر 7/8 بآب، والحمد لله يعني أعطت استحسان كتير كبير. هاي كانطلاقة، وحاليا أنا موجود بالمغرب، يعني عم جاوبك على قبل ما تسأليني، موجود بالمغرب لتصوير هيدي الأغنية بطريقة الفيديو كليب. بالمغرب؟ بالمغرب. شنو هو السبب اللي خلاك تختار المغرب وتصور؟ أولا لأني بحب المغرب، ثانيا لأنه فيها كثير مناظر حلوة، وفيها شباب ما شاء الله، يعني شباب طالع جديد بالدومين، وعندهم فكرة أفكار كثير حبيتها، أنه صار في تواصل بيني وبينهم. فلهذا السبب اخترت المغرب والشباب اللي هو المخرج أمين القاسمي. فين هتصور الفيديو كليب؟ ان شاء الله يعني اللوكيشن اخترناها بمنطقه شفشاون، لانه انا زرتها سبقه من سنتين، وكان منطقه جميله بزاف، كثير حبيتها. فلهذا السبب كان ان شرطي الوحيد او فكرتي الوحيده انه اذا في مجال نصور بشفشاون، والمخرج وافق على هذا الموضوع، لانه منطقه كثير حلوه بتستاهل انه نصور فيها. وبدايتي كمان، يعني انا بدايه العمل ينطلق من شفشاون، هذا الشيء انا كثير بحبه. توفيق ان شاء الله، ونتمنى بدايتك تكون زوينه. الله يخليك، وتكون يعني اطلاله جميله في المغرب بحضور ديالك هنايا. ممكن تسمعنا شي مقطع بصوتك من اغنيه خايف؟ خايف تتعلقي فيا وتدوبي بلمسة ايدي، اكتر علاقة عشتها كانت من الصبح لعشية، احساس جديد انا عرفته وعيديك تعلمته، عم حبك ايه عم حبك صراحة انا بطل في. ما شاء الله عليك، يعني هذا هو اخر البوم اللي كان لك؟ ايه، هيدي اول اغنية كانت. هلا اكيد الاغنية كمان عم نحضر لشي تاني ان شاء الله. انتهى الحال من ألحان فضل سليمان والشاعر مازن ظاهر، وأكيد الموزع ماجد ظاهر اللي هو أنا يعني في صداقة طويلة بينه وبينه قبل الفن. كمان حتكون بإذن رب العالمين بين شهر 1 وشهر 2 شباط 2018 بإذن رب العالمين. إن شاء الله، بتوفيق إن شاء الله. الله يخليك يا رب. ممكن نسألك واحد سؤال، يعني بحكم أن الصوت ديالك رائع وزوين ما شاء الله، مش مجاملة يعني صراحة، علاش ما فكرتيش تشارك شي برنامج عالمي فني؟ هي الفكره من انا ما فيني احكي كثير عن الموضوع، ما بحق لي احكي عن الموضوع، بس من وجهه نظري وتفكيري انه اليوم في صار برامج كثير موجوده، او في اصوات كثير رائعه، بس دائما السؤال المبهم، هيدي الاصوات بينيه، اللي نجحوا واللي اخذوا ميداليات واللي ربحوا، الواضح انه في شيء غريب عم بصير. هي برامج بس عم بتعبي وقت الناس، بس بالفعل انا عم بطلع انه هيدي الناس اللي نجحت والناس حبت اصواتها تقريبا مش موجوده، مش عم نسمع فيها من بعد ما انتهى البرنامج.
فلهذا السبب لا خليني انطلق من سبونسر، كون انا سبونسر لنفسي انتاجي الخاص. هيك بعرف وين بتعب على حالي، بعرف كيف امشي، بتصرف بحريتي، وانا ما كثير بحب اتقيد الا اذا اجى شيء وكان شيء مفيد، بلاقيه مفيد و بخليني اتطور، بخليني امشي بالطريق اللي انا بحبه، اكيد ما في عندي اي مانع. بس اليوم صارت الشركات هي مثل حبس للفنان لكثير ناس، ومش مشكلة اذا الانسان مضى مع شركة، بس المشكلة الاكبر اللي هي انه عم يمضوا مع الشركات لسنوات كبيرة وعم يقعدوا بالبيت. فلهذا السبب، وبما انه انا كثير بالدومين قلتلك 12 سنة يعني شاغل بادارة اعمال الفنانين بشركة ما رح نذكرها كثير كبيرة لمدة سنتين، ف عندي عقدي، فبعرف كيف بنطبق الطبخات، فلهذا السبب خليني بحالي. يعني وهذا مشكل، يعني اكثر هاد الفنانه كيقول لك ان برامج يعني ديال هو برامج فنيه عربيه ما كيبغيوش يشاركوا فيهم، كيقول لك لحقاش ما تعطيوش الفنان حقه في الساحه الفنيه، يعني كياخذوا اللي بغاو ويخليوا اللي بغاو. طبيعي جدا، طبيعي جدا. هذا الخوف صار عند الكل، لانه نحن اليوم صرنا بعصر الميديا، فما بقى في انسان ما بيعرف شو عم بيصير. فاليوم الجيل اللي طالع جديد صار كله عم يتعلم من الجيل اللي قبله، اللي شافوا على مدة 6-7 سنوات ببروغرامات كتير، وللأسف انه كل سنة عم يطلع بروغرام باسم جديد، فصارت صارت الشباب عم بتفضل تطلع بالسوشيال ميديا لحالة بعرض على اليوتيوب، على الفيسبوك، على الانستغرام. فبتقلك لو انا تصرفت بهذا الشيء لمدة سنة سنتين 3 سنين، بس بالنهايه ممكن يوصلوا ل يعني لمبتغاه. نعم. يعني كنظن ان السوشيال ميديا كيوصل الشباب الموهوبه، هو للاسف مش عم بيوصل بس الموهوب، صار عم بيوصل الموهوب والمش موهوب، واللي بس بده يغني ولا يمثل ولا لا، بس في الهدف السوشيال ميديا مش عاطي حق ناس كتير، لانه بعدنا عم نذكر هلا فعليا هو لانه السوشيال ميديا صار مين ما كان عم يطلع بيعرض فيديو بحطه، صار في كترة يعني، ما والمشكلة انه ما في مين يعمل فلتر على هذا الموضوع. فنحن بنقول اللي عم بيروح المنيح بعزل وحيش. انت معاه ولا ضد السوشيال ميديا؟ ما في يكون ضد، لانه انا اعتمادي على السوشيال ميديا مثل اي حدا يعني. ما شاء الله. كتسمعت الاغاني المغربية؟ اكيد. شكون الفنان بالفنان هلا؟ نحن اليوم مع احترام لكل الفنانين، سعد المجرد هو اللي اليوم اوصل، بدنا نكون واقعيين انه سعد المجرد هو اللي وصل الكلمة المغربية لكل العالم العربي. صحيح. من سنتين ولورا ما كان حدا يعرف اللهجة المغربية الا اللي بيجي على المغرب او اذا بنشوفها على التيفي، بس اليوم سعد المجرد خلى الكلمة المغربية تكون شيء اساسي بالعالم العربي، والدليل على هذا الموضوع انه كثير فنانين كبار بلشوا يغنوا بالمغربي، والدليل انه كل الناس عم بتغني اغاني، وحتى انه لجأوا على المغرب لاختيار اغاني، وهذا تفكيري حتى حلو. انا ممكن يكون لقدام على اختيار الاغنيه المغربيه، بس مش كاغنيه يعني، هذا مشروع ثاني ما فيني كمان كله مع بعض، مشروع تراث لبناني مغربي كومبينيشن مع بعض تنطلع بشيء حلو ما شاء الله. بحكم اننا كندوي على الفنان الكبير سعد المجرد، ممكن تغني لنا شي مقطع للفنان سعد المجرد؟ اغنيته الشهيره وانت بغي واحد يكون دمه بارد ساكت دي ما جامد تغلطي وما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهدرة لا لا ويكون راجل مرا نسيت اخر وبزاف على درويش. هلا انا عم غنيها بطريقتي اكيد، بس انه هيدي من الاغاني مش مشكلة، ولكن من الاغاني اللي الرائعة اكيد ما شاء الله عليك. أسعد صوتك رائع، بس هنقول للمشاهدين ان انت عندك صوتك كثير حلو كمان. شكرا ربي يخليك. شكرا الله يحفظك يا رب. طموحات ديال هادي نور؟ الطموحات هو من الاساس في طموح. لو ما في طموح انا ما بفوت بهذا المجال ابدا، وانا هذا المجال لفتت فيه بطريق مش الصدفه، انا كنت الموضوع كله شايله من راسي، بس اغنيه خايف لما مرقت قدامي وسمعتها مثل اقتنعت انه انا بدايتي مبلش بشيء معين، كبلشت بخايف، طموحي هو بدي اوصل لمكان
انا اللي بحلم فيه، مش رح نقول للقمه بس لمطرح انا ارتاح فيه، وهو شيء كثير بعد بكير. والدليل على انه انا عم اغنيتي الثانيه انتهيت منها، ف ان شاء الله من هون لسنه نكون بلشنا نلبي رغبه الطموحات اللي موجوده عندي، لانه عندي كثير طموحات. لما انت تقول خايف؟ خايف، انا خايف، خايف من الزمن اللي بيغدر بالناس، لانه اليوم الزمن هو كثير قاسي على الانسان، بس القوي هو قد ايه بيقدر يتحمل ضربات ليكمل مسيرته. خايف، كنت خايف، بس من يوم اللي اطلقت اغنيه خايف انا بطلت خايف. قبل ما غادي نختم، قبل ما غنعرفوا رسالتك للجمهور، غنبغي نقول شكرا لكاع المتابعين برنامج شخصيات اليوم. كنضرب لكم موعد ثاني مع فنان ثاني. تفضل رسالتك للجمهور. انا رسالتي للجمهور هي انه انا من الجمهور، بقلكن تتابعوني على التشانل تاعيتي على اليوتيوب هادي نور، فيسبوك، تويتر، انستغرام، كله هادي نور. بدي اتشكركم لكل الناس اللي عم بتتابعنا بالحلقه واللي اكيد رح يعملوا لي فولو، وهذا الشيء كثير انا بعتمد عليه، لانه انا اخترت المغرب لانه صدقا مش مبالغه، ومش لانه طالع، انا عندي محبه للمغرب كثير كبيره. وميرسي كثير على الاستضافه الحلوه، وميرسي كثير لك، شرف سينا. شكرا لك يا رب. بخليك، شكرا.